منذ دخول عمان في الإسلام بإعلان ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندة قبولهما دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام، ساهمت عمان في صناعة التاريخ الإسلامي وقدمت لهذه الأمة العديد من أبنائها الذين كان لهم دور مؤثر في مختلف المجالات السياسية منها أو العسكرية والعلمية والدينية وغيرها من المجالات التي كان للعمانيين بصمة واضحة فيها منذ فجر الإسلام. وقد أسهم الأزد العمانيون في إعلاء شأن الإسلام وفي تطور الحضارة الإسلامية، وكان لهم دور كبير في نشر الإسلام وفي حركة الفتوحات الإسلامية منذ مطلع القرن الأول الهجري وفي خدمته عبر الدول الإسلامية المختلفة. وتعد أسرة آل المهلب العمانية في مقدمة الأسر التي كان لها دور كبير في خدمة الإسلام وأهله في وقت مبكر، حيث ساهمت بشكل كبير في الفتوحات الإسلامية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب وكذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وشاركوا أيضا في توسيع رقعة الدولة الإسلامية في بلاد ما بين النهرين وفارس والسند وغيرها من المناطق الأخرى، وتقلدوا العديد من المناصب الإدارية والعسكرية في عهد الدولة الأموية. فبرز من هذه الأسرة العمانية رجال على شأنهم وذاع صيتهم بفضل ما اتصفوا به من فطنة وعلم وحزم وشجاعة وكفاية إدارية وجود وكرم ورغبة صادقة في خدمة الإسلام والارتقاء به. فأجمع علماء التاريخ بأنه لم يكن في الدولة الأموية من هم أكرم من آل المهلب العمانيين. وتعد الشخصية العمانية الفذة المهلب بن أبي صفرة في مقدمة أبناء هذه الأسرة العريقة، فهو القائد العسكري البارز الذي اعتمدت عليه الدولة الأموية في فتوحاتها وحروبها في جبهات عدة، وكان يعد من صفوة فرسان هذه الدولة وأحد قاداتها المشهورين، وهو الذي قال عنه الصحابي عبد الله بن الزبير بأنه سيد أهل العراق، حيث قام بغزوات كثيرة في بلاد السند وخراسان وجرجان وسمرقند وبلاد ما وراء النهر وبخارى، كما اشتهر بحروبه الكثيرة ضد الخوارج الأزارقة، وتمكن من هزيمتهم في مناطق كثيرة فدفع خطرهم عن الدولة الأموية، لتتم مكافأته بتعيينه والياً على خراسان في عام 78 للهجرة عام 697 للميلاد. وبخلاف إمكانياته العسكرية والقيادية، اتصف أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة بالكثير من الصفات الحميدة، فكان من التابعين من رجال الحديث الثقات، وظل مدافعاً عن الإسلام ومكتسباته حتى وفاته في عام 82 للهجرة الموافق 702 للميلاد، لتطوى صفحة واحدة من أهم الشخصيات العمانية التي نذرت نفسها لخدمة الإسلام وأهله، فكان لها ما أرادت.